دكتور نفساني كتب ان انت بتعاني من اكتئاب. هو اللي بيعاني من اكتئاب. انا ما بعانيش من حاجه. يعني بيقول لك دينا بتضحك وبتهزر وبترقص بس هي من جواها مكتئبه او شكلها مكتئب. لا انا جوايا بني ادم في كل الحاجات. ايه بس بيقول انت مره فكرت في الانتحار. ده كان عندي 15 سنه يعني من سنتين ثلاثه مش. يا ريت يا ريت لو ترجع تاني يا ريت. نفسك ترجعي زي زمان؟ لا والله يعني انا بشوف اصلا انا خدت حقي من كل حاجه. بس في حاجات اكيد نفسك تلغيها من حياتك خالص. مفيش حاجه؟ ايه مش يمكن تغير حاجه تطلع حاجه أسوأ. ايوه لو رجعنا بالزمن هتعملي كل الحاجات اللي انت عملتيها؟ كله 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 ولا حاجه هتتغير. الجوازات كلها؟ بكل حاجه. انا اي حتى لو جوازه فيها مشاكل وعملت فضايح؟ مش مشكله. ما هو لو انا شلتها يمكن تجيلي حاجه اكبر منها. في حاجات اكبر؟ في اكيد حاجات اكبر. فكرتي تروحي لدكتور نفساني تتكلمي معاه؟ في اوقات كتير رحت. بتعملي كده؟ اه طبعا لما اكون محتاجه لدكتور بروح. عادي ده الدكتور زي دكتور السنان يعني. انا مش معترضه على الدكاتره النفسيه خالص. وما بشوفش ان انا لما اروح ابقى مجنونه ولا بتاع ولا الكلام الفارغ ده خالص. طب اكبر شكوى نفسيه عندك ايه؟ لا هي بتبقى حاجات بتنقلك لما يكون عندك مشكله وعايز تخلص منها فبتروح للدكتور علشان يسفلت لك بس المنطقه اللي وجعاك. لكن ما وصلتيش مره مثلا لصدمه عصبيه؟ ما وصلتيش للمرحله دي؟ لا الحمد لله. طب اقل شويه منها؟ اه طبعا وصلت لحاجات. وصلت مره جالي هوم سيكنس. كنت بره مصر وجالي هوم سيكنس ما كنتش قادره عايزه ارجع مصر باي طريقه. اخر مره عيطتي؟ لا ده عادي ده كل شويه. لسه من ساعه مثلا؟ ده لسه من نص ساعه. كان صعبان عليا نفسي عشان عيانه. عشان عيانه؟ اه يا عروقي مش تقول يا عروقي. اه يا عروقي يا حبيبتي يا دندوله. لا اخر مره عيطتي بجد او حاجه صدمتك في حد مثلا؟ والله بص انا مش من النوع اللي بيعيط قدام الناس بس عامه انا من النوع اللي بيعيط. يعني ممكن اخش اوضتي اقعد اعيط ساعه لو انا في حاجه بجد وجعاني. طب اخر حد كنت بتحبيه وعمل فيك حاجه ضايقتك؟ يمكن كتير يا امير لان انا عايزين اخر حاجه بس. اتسفلت بقى اي حد يضايقني كله زعلني كله زبادي خلاص. دينا نجحت ولمعت في مجال الرقص الشرقي تمام؟ انت شايفه ان انت حققتي ده برضه في السينما؟ راضيه عن شغلك فيه؟ انا عندي مشكله في السينما. ان انا اتحطيت في قالب ونفسي اخرج منه. ايوه ماشي. طب ما انت ممكن ترفضي. يعني ما برفض بيجي لي كده برفض بيجي لي كده. يعني لحد ما الحمد لله ابتدت تجي لي حاجات تانية. طول عمري بحب السينما وكان نفسي اعمل حاجات في السينما كويسه. ان تاريخ اي فنان. يعني ساميه جمال انت تعرفها منين غير من السينما؟ تحيه كاريوكا تعرفها منين غير من السينما؟ اه بس دول مثلوا عملوا افلام وادوار مهمه ادوار كبيره. ليه بقى ليه انت الادوار التانيه؟ لان دنيتهم كانت كده. كان الانتاج كده. كانت السينما كده. يعني انت راضيه عليه؟ لا مش راضيه. مش عايزه تعمليه تاني؟ لا. مش هتعمليه تاني؟ لا. ولو السبكي عرض عليكي فيلم تاني؟ لا هو عارف. هو مش هيكلمك خلاص. لا يعني هو اخر فيلم عرضه عليا انا اعتذرت و انت ما قعدتيش مره على السبكي تقول يا سبكي انا مثلا قلت له والله يا حاج محمد انا بمثل لا ونفسي ده احمد يا حاج احمد انا بمثل عايز اعمل حاجه او دور مختلف او اخرج من القالب ده قلت له ومفيش قلت له كذا مره. قلت له انت بتعمل افلام كبيره وافلام مهمه وافلام كويسه وانا عايز اشتغل في الافلام دي. هو حاططني في الافلام بتاعت العيد.